جميل، عشان نشوف بقى الاماكن ونعرف نظبط اماكننا صح، تعالوا كده نبص بالراحه. اولا دي المفروض الباك جراوند، مظبوط؟ يعني المفروض تبقى ورا خالص. فلو انا مسكت الباك جراوند، خلي بالك عندنا اكس و اهو اكس واي زد، انت عايز تزق دي لورا، يعني عايز ازقها على زد. طب انا لو مسكت زد وزقيت كده هتقول لي ايه ده السكيل؟ ماشي مش مشكله، احنا هنكبر السكيل، بس انا كده مش عارف اشوف هي بقت بعيده قد ايه عن التكست. تمام، فنعمل ايه؟ شفت الاكتف فيو؟ في الاكتف فيو هقوم جاي رايح هنا قايل له وريني المنظر من التوب من فوق، يبقى انا كده شايف، انا كده عارف هيبقى في فرق بينها وبين التكست قد ايه. فانا هاخد دي ارجعها لورا عشان يبقى عندي مساحه اشتغل فيها كويس. تمام كده مثلا، وعايز ازق التول واحد ورا التاني. تمام، فهاجي للاكتف كاميرا، هروح للباك جراوند، اضغط اس بس عشان اكبر السكيل، وانا هحتاج اكبره اكتر من كده. تمام، بس هخليه بعدين عشان تشوفوا المشكله هتحصل فين. نيجي بقى لدي، وهزق بس دي لورا سنين كده مثلا، خلاص تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ومش محتاج ان انا اطلع فوق، يعني انا بس هنا انا عايز اشوف المنظر، يعني عايز اشوف الشكل هنا، اخدها كده. تمام، كنترول دي مره تانية، بس المره دي هزق دي لورا شويتين كده. خلاص، بس دي بقى انا هاجي هنا واعمل لها، انا عايز اعملها شادو عشان تبقوا عارفين، هقول له فل وهفل لها هعمل لها فل، اسف هعمل لها فل باسود. فانا عايز اجي على التوب واتاكد ان هي فعلا ورا اللير الاولانيه كده، هي تمام كده، احنا تمام يعني بالمنظر ده. بس انا هقول له انا عايز دي لونها اسود عشان يبقى كان في ظل مرمي على الباك جراوند. جميل كده، بقت دي لونها اسود، هروح اقول له دروب شادو عشان ترمي ظل، وفي الاوباسيتي نزود الاوباسيتي بتاع الشادو، وممكن بقى ان احنا ناخده كده شويه، ممكن نزق الديستانس بحيث تبقى حاجه كده مثلا، ممكن نزود ال، ممكن اقول له شادو اونلي، افتكر شادو اونلي هتبقى احلى، بس مديها ديبث كويس. ماشي، هنروح لسوفتنس ونسوفتن الشادو شويه كده، واعمل كنترول دي تاني، بس المره دي سوفتن ده هيبقى زيرو، والديستانس هناخدها ورا سنه بالمنظر ده. تمام، اصبحت التكست كانها بالظبط قدام الحيطه كده، احنا 100 100 لغايه دلوقتي والدنيا تمام وزي الفل. لو رفعنا عملنا كيرفس فعلا هنلاقي حاجه محترمه. تمام، نزق دي لفوق كمان، واخد النقطه دي ارجعها ورا شويه كده، لان عايز ارفع هنا الميد تونز شويه والهايلايتس شويه كده، بحيث بس ابقى شايف هنا حاجه. طبعا في نقطه، لو انا رجعت للباك جراوند تكتشر في الفينيت، لو انا شلت الفينيت ورجعت لسين 1، فرق رهيب بين الاثنين. انا بس حبيت اوريكم الدنيا، لكن انا هعمل فينيت بس هضغط تي واخف الاوباسيتي سنه وارجع هنا اهو بدات ودي ميزه بقى كمان، يعني انا هقفل هنا، انا هشيل دي كده معلش، هقفل هنا الفيور واروح هنا، اسحب الاوباسيتي دي، افتكر كده تمام، لو ضغطنا اف عشان نجيب الفيزر ونزود فيزر، افتكر كده الدنيا كويسه كويسه جدا، زي ما احنا شايفين طبعا فرق السماء من الارض من الادجستمنت لاير دي. هرجع هنا لسين 1 وافك الفيور، مش عايزين دي،
مش عايزين دي مش عايزين دي وعايزين نشتغل على كده. الدنيا تمام جدا وما عندناش اي مشكلة، وعملنا الليرينج بتاعنا بالشكل. ازاي نحط بقية الليرز كأن في تراب زي ما انتوا شفتوا اللينس، اللينس ديرت اللي انتوا شفتوه ده. اللينس ديرت سهل قوي. لو انا رحت انا دي شوية فوتوز من جوجل، انا كتبت على الفكرة لينس، اكتب كده لينس ديرت تيكتشرز ودور في الصور، تمام، حاجة زي كده مثلا، حاجة زي كده مثلا. كل ده هيحسسني ان في تراب او في حاجه في الجو متعلقه في الجو كده وضغط. هنحط دول كلهم عشان اوريكم ازاي بندمج بين اكتر من حاجه. تعالوا ناخد ضغط 2، ناخد ضغط 2 دي. بس قبل ما ناخد ضغط 2 عاوزين نعمل انيميشن الكاميرا الاول. عشان نحط الكاميرا في السين هعمل كنترول الت شيفت سي، كنترول الت شيفت سي او لير نيو كاميرا اللي يعجبك. كنترول الت شيفت سي دي كاميرا. البريسيت 50 ملم طبعا، دي العدسه بتاعت الكاميرا. كل ما الرقم ده بيقل كل ما بتاخد وايد شوت. انا فعلا عايز اخد وايد شوت، هاخد 28 واعملها اوكي. كله رجع ورا، عشان كده عايز احط الكاميرا عشان اظبط السكيل. زي ما احنا شفنا السكيل بدا يبوظ في الباك جراوند. هضغط اس، ودي اهميه انك تكون جايب هاي ريزولوشن ايمجز. طبعا الصوره دي مش هاي ريز لانها جايه من جوجل، تمام، خصوصا لو هتقرب بالكاميرا قوي فلازم تبقى هاي ريز ايمج. هنسكيل دي مؤقتا قدام شويه كده، وانا هسكيلها قوي لان لما هشتغل بالكاميرا دلوقتي السكيل ده هلاقيه ممكن يروح مني. طب جميل، انا عايز اعمل انيميشن للكاميرا. عشان اعمل انيميشن للكاميرا اولا انا خدتوا بالكم شفتوا الدنيا هنا بقت عامله ازاي؟ شايفين الاستروك بان والبارالاكس بان والدنيا بقت زي الفل. عشان اعمل انيميشن للكاميرا المفروض بتحرك بتك واطول بالادوات دي. بس لو اتحركت بالادوات دي والله لو انا اسف يعني لو وقفت على دماغك ما هتعرف تظبط حركه الكاميرا، لان فعلا معاناه لو انت اشتغلت بالادوات دي. بس الكاميرا عشان تسهل على نفسك لازم نربطها بحاجه اسمها نال اوبجكت. النال اوبجكت ده عباره عن لاير في الافتر بس ما بتترندرش، زي ما احنا هنشوف دلوقتي بنربط بيها حاجات ونحرك بيها لكن ما بتترندرش. فعشان نجيب النال هروح للاير نيو نال اوبجكت او كنترول الت شيفت واي، تمام. النال اوبجكت والكاميرا واللايت دولت منهم ادوات خاصه فبنستغل فيهم الثلاث زراير، تمام. كنترول الت شيفت واي نال اوبجكت، هكليك نال اوبجكت نزل لي بالمنظر ده كده، تمام، وهسيبه في نص السين خلاص. او هقول لكم على حاجه جامده قوي احلى من كده كمان. هو دلوقتي لما انا هتحرك بالكاميرا المفروض محور الحركه بتاعي مين، او التارجت اللي انا بتحرك حواليه مين؟ التكست، صح؟ مش ده التارجت بتاعك، ده التارجت بتاعنا اللي هو التكست. فاحنا الاول عشان نربط الكاميرا بالنال ونحرك عن طريق النال لازم النال يكون هو كمان 3D. ما ينفعش اربط الكاميرا 3D اوبجكت، ما ينفعش اربط 3D اوبجكت ب 2D اوبجكت، ده لو انا هحركه خلاص. فهخلي النال 3D، بعد كده اروح للكاميرا همسك البيك ويب واخد دي للنار خلاص. هكليك هنا او قبل ما اربط عشان هوريكم حاجه قبل ما اربط، معلش هقول له نال. هروح الاول النال بس بعد ما اخليه 3D. هي الانكور بوينت بتاعه دايما بتبقى في الطرف يعني، بس انا بحب اخليها في النص. فهو النال ده على فكره 100 في 100، افتكر كان ممكن 100 في 100. فلو انا خليت دي 50، هو 100 في 100، 100 بكسل في 100 بكسل. فانا خليته 50، الانكور بوينت بقت 50 اكس و50 واي، فبقت في النص. ما تقوليش 50 زد والا الانكور بوينت دي هتترحل لورا، اسف هتترحل لقدام، هتيجي لقدام،
وده طبعا احنا مش عايزين، احنا عايزين على اكس واي بس، ده الانكر. هضغط بي اجيب البوزيشن ورايت كليك وريست البوزيشن. يبقى انا كده ضامن ان النال في نص السين. احنا قلنا المحور بتاعنا مين؟ التكست. طيب اطلع على التوب فيو هنلاقي تمام هو مظبوط، انا كنت عايز اخده واديه للتكست، هو مظبوط على التكست، هو مظبوط على اول لاير. لو احنا خفينا حتى الكاميرا اهي هو فوقها بالظبط، يبقى كده احنا نتحرك صح. تمام، ممكن عشان ندي الكاميرا زي بارالاكس بحيث لما الكاميرا تتحرك نشوف اللاير اللي فوق واللاير اللي تحت واللاير الثالثه، ناخد النال ده هوديه عند اللاير الثانيه ثاني لاير. على فكره هي مجرد تغيير في الشكل، انما ما تجيش تقول لي هاخد النال ده احطه هنا. تمام، كنترول زد، هرجع الكاميرا تاني واروح ل اكتف كاميرا كليك وهسمي ده كاميرا درايفر السواق. اخد الكاميرا هوب واربط دي بدي. بص كده لو ضغطنا ار وجينا عملنا روتيت اظن مفيش كنترول احلى من كده. انت عشان تعمل دي بالكاميرا لوحدها ولا هتجيبها يعني، لو جيت تقول لا يا باشمهندس كمان ممكن اعمل روتيت واجي هنا واعمل روتيت كده قابل بقى اديك شفت اللي حصل، ده اللي هيحصل معاك. تمام، طيب احنا قلنا نفتكر كام فريم، تقريبا كانوا 22 فريم صح. تعالوا نروح كده ل كومبريكومس ساوند ديزاين، ادي فايده الماركر. تمام 22 فريم. اذا انا عايز عند فريم 22 يكون المنظر بالشكل ده. تمام، او يكون المنظر النهائي بتاعي سواء بالشكل ده او غيره. يعني فيما معناه هروح للنل تمام واضغط بي. انا عايز انا هشتغل على النل بوزيشن وروتيشن، هشتغل الاثنين وشيفت مع ار عشان اجيب كله. قلنا فريم 22 يبقى شيفت مع بيج داون ادي 10 فريمات، شيفت مع بيج داون تاني ادي 20 فريم، وبعدين 1 2 22 فريم. يعني عند فريم 22 هكون مخلص. يبقى هعمل ايه؟ هحط كي فريم لكل دول لان انا مش عارف هحرك انهم ودول كمان. تمام؟ وهاجي هنا كده واشتغل. عايزين نعمل ايه؟ تعالوا هنا بقى كده ماشي، وليكن انا عايز اخد زوم ان وعايز اكون عامل روتيشن على واي في المنظر ده كده وروتيشن على اكس بالشكل ده. شفتوا السكيل عمل ايه؟ شايفين؟ تمام بس ماشي. وروتيشن على زد ولا مفر ان انا اضغط اس عشان اكبر السكيل بتاع دي عشان يعفيني من في هنا. خدت بالك بس كده بقى السكيل بقى مبالغ فيه. تمام كده السكيل بقى مبالغ فيه، فانا عايز اخد زاويه تضيع لي وتطير التايتل ده فوق. اللاير دي احنا بلغنا قوي في المكان بتاعها، فانا عايز ازقها اطلعها قدام شويه كده. تمام، واطلع للتوب فيو واتاكد ان هي ما لزقتش. اه بس كده بقوا ثلاثه تمام، وارجع كده مجرد ظبط بس مش اكتر. افتكر الزاويه دي كويسه بس ممكن لو ميلت على واي يكون اضرب اكس نسيبها كده
جيم اهو، لو عملنا زيرو تمام اهو اهو تقريبا البرنامج بتاع التسجيل عامل مشكلة فعلا مع افتر افتكر كده يعني. عموما ادي البريفيو بتاعتنا، بس انا يعني هي كده وقفت، لا انا عايز الكاميرا تسحب لورا بالبطيء، تمام؟ يعني عايز الكاميرا تقوم سحبة لورا كده. على فريم كام؟ في عندي مشكلة أنا مش فاهم لها سبب. مش عارف سببها ايه. عموما ما علينا، هقفل افتر افتحه تاني، بس انا عايز دي ما توقفش الوقفة دي كده، تمام؟ انا عايزها تيجي كده. بالشكل ده انا محتاج احرك الكاميرا كمان. هضغط بي عشان اجيب بوزيشن الكاميرا، وكليك بوزيشن الكاميرا، وهي كده انا عايز تفضل تتسحب مثلا لحد احنا عندنا وقت في الساوند ديزاين قد ايه؟ احنا عندنا لغايه تقريبا عندنا وقت طويل، يعني احنا عندنا الساوند ديزاين معانا وقته طويل قوي لغايه 275. فاحنا ممكن نيجي هنا وعند 150 دي، يعني احنا بنتكلم في 5 ثواني، ده كله التايتل 5 ثواني. اعتقد 5 ثواني مده كفايه قوي ان اليوزر يعرف يقرا التايتل، تمام؟ فانا عايز اجي عند الكاميرا واضغط يو، وهنا هروح من فوق واخد الزي او التراك زد كاميرا تول. دي بتخلي الكاميرا تتحرك لورا وقدام، اللي فوقها يمين وشمال دي كاميرا حرة، أنا مش عايز دي خالص لأن دي أنا شغالها من النل. فأنا هروح لتراك زد وأرجع لورا كده، وعندي سكيل كفاية في الباك جراوند. بصوا كده الحركة عاملة إزاي، لو جينا عملنا زيرو تمام. لا ما انا هسيبه لغايه ما يعمل ريفيو، لان كده في حاجه مش مظبوطه. مش عارف، بس عموما اهي اهو شفتوا وماشيه لغايه هنا، تمام كده هوب ماشيه لغايه كده. طب بس انا كمان عايز يعني مع الحركه دي انا عايز احس ان التايتل كمان، يعني كده دي حركه الكاميرا، التايتل واقف، يعني التايتل مش حاسس له بحركه، يعني كده انا عايز التايتل احس ان هو يعني الكاميرا اتحركت والتايتل نازل فوق الباك جراوند دي. فبالمعنى ده انا يعني بالمنظر ده انا كمان هحرك التايتل، بس التايتل بص التايتل كام؟ 1 2 3 3 ليارات تمام. معنى الثلاث ليارات انا مش هقعد اعمل كي فريمات على الثلاثه خلاص. طب ما احنا نعمل ايه؟ نفس الحركه بتاع الكاميرا، تمام؟ هقف عند اللاير دي عشان لما يكريت يكريت فوقها. كنترول شيفت الت او كنترول الت شيفت واي عشان انزل مال اوبجكت، تمام ماشي. كالعاده هضغط اي عشان اجيب الانكور بوينت واحوله الاول 3 دي، ما انساش. اضغط اي تاني واجي دي اخليها 50 في 50، تمام؟ يبقى كده الانكور بوينت بتاع ده تمام. طبعا هتقولي هو راح فين؟ هقول لك هو فوق، لان لو احنا رجعنا كده كده احنا على العدله بتاعتنا، يعني ده اللي هنظبط عليه. ده هنسميه تايتل موفر،
وناخد دي ودي ودي ونربط دي بالتايتل. تمام بالمنظر ده اصبح ده هو اللي بيحرك التايتل. قلنا التايتل في خلال 22 فريم يكون اتخبط مكانه، يبقى شيفت 10 فريمات 10 فريمات 1 2 هضغط بي، يبقى ده هو هو البوزيشن بتاعي. قبل كده اعمل اللي انت عايزه. تمام انا ممكن اجي هنا كده وامسك الموفر ده واحركه فوق، يبقى كده بصوا طب بينزل. طب انا عايز التايتل احس ان هو اتخبط في الباك جراوند، مش بينزل سموز بالشكل ده كده. عشان نعمل الحركه دي هنسلكت الاثنين اف 9. قلنا لو نفتكر الاخ ده ونخلي بالنا ان احنا نبقى على السبيد جراف، السبيد جراف مش على الفاليو جراف. هاخد احنا عايزين ينزل ايه بطيء، واول ما يقرب دب يتخبط. فانا عايز اجي هنا وامسك الهاندل ده واسحبه الناحيه دي كده. احنا قلنا من اما القمه بتروح من اما الموضوع بيبقى سريع، يبقى كده بصوا هينزل بطيء 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 ومره واحده مره واحده بالشكل ده. طب لو جينا هنا وحبينا نشوف هو محتاج يتعمل له الظاهر محتاج يتعمل له ريستارت. كنترول اس لاني حاسس اني عايز لو رحت هنا هيقفل غريب. طيب هروح لديسكاش هقول له كلين كده ونروح لميموري والدنيا تمام. افتكر كل حاجه هنا تمام. اوديو هاردوير الدنيا متظبطه كل حاجه هنا افتكر كويس. مفيش بريفيو. طيب عموما احنا هنشوفها اهو. حلوة كده. بس ال 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 الكاميرا دي انا عايز اخليها طويلة شوية. هعمل برضو F9 وممكن افنن في الكيرف زي ما انا عايز. يعني ممكن اخليها تمشي بالراحة 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 ومرة واحدة تقوم سحب التايتل لورا. لو عايزين نشوف انيميشن زي ده هاجي هنا كده وهخلي القمة في النص، لان انا عايز الحركة السريعة في النص. هتشوف الحركه دي شكلها عامل ازاي دلوقتي، مجرد طبعا اكسبيرمنتس. بس للاسف طيب انا هعمل كنترول اس وراستر الافتر. لا هنهي المحاضره على هنا لان هخش بعدها في بقيه الاليمنتس وارجع لكم في المحاضره الثانيه عشان ما يبقاش المحاضره دي برضو فيها لود.